حياكم بالزبده، معكم خد، واليوم راح نشوف انبوكسنج حق راوتر بولت من شركه زين. راوتر بولت هو من صناعه شركه هواوي بسرعه كاتيجوري 11 اللي توصل 600 ميجا بت بير سكند. طبعا هذه سرعه افتراضيه لان سرعتك تعتمد دائما على ايش كثر الشبكه عندك انت مزدحمه، فيها ناس وايد قاعد يستخدمونها والابراج وكل هذه السوالف اللي doesn't make sense to me. مع هذا الراوتر المفروض الانترنت اللي عندي بالبيت يصير اسرع. انترنت on the go router provided by زين. مسوين كل شيء فيم شركة زين، حتى الكتيب هنا راح تشوفونه router starting guide حق الراوتر. ما داعي اشوف هذه الاشياء. safety information لانه يمكن تذبح نفسك وانت قاعد تستخدم هذا الراوتر. شركة زين اكس هواوي. الراوتر حجمه كبير صراحة، ما توقعت انا بالحجم هذا. شوف من قدام ان الثيم حق شركة زين مسوينه بشكل اللي هم يبونه مع ديزاينات حركات هني. في عندك السيجنال حق الكونكشن، باور ستاتس، لان، واي فاي ومود، وعندك هني دقمة WPS. طبعا من الخلف عندنا مكان حق اليو اس بي، ظاهر اذا بتحط فيه هارد ديسك. عندك مكانين حق الايثرنت. الحلقه هذه كانت فقط انبوكسنج حق راوتر بولت. راح اسوي حلقه ثانيه علشان اجرب فيه سرعه البولت مقارنه بالراوتر الثاني يعطونك اياه زين، وايضا يمكن اقارنه في الانترنت اللي في التليفون العادي. وهذا هو راوتر بولت من شركه زين. اذا عجبكم هذا الانبوكسنج سووا لايك، واذا ما عجبكم سووا ديسلايك. واذا تبي تشوفون مقارنه سرعات البولت مع راوترات ثانيه سووا سبسكرايب على اليوتيوب وسووا فولو على الانستغرام عشان ما تطوفكم الحلقات المهمه من راوتر بولت السريع كاتيجوري 11، أسرع راوتر منزلي حالياً بالسوق. وحياكم بالزبدة.